بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. قد يبدو احبائي ان انجيل هذا الصباح لا يختص بمسيرتنا كثيرا او بموضوع تاملنا المستمر عن الصوم وعن الطريق وعن الارتحال الطويل الذي بدأناه، وليس لنا غاية أو نهاية إلا بعد أن نبلغ الجعالة العليا. ولكن بقليل من التأمل نجد أن هذا الإنجيل مرتبط ارتباط وثيق بالإنجيل ليوم الأربعاء اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي قلنا فيه انه بيقول لهم، بيقول للفريسيين: انتم تريدون ان تقتلوني، وبعدين بيقول لهم: اما لماذا فلان ليس لكلامي موضع فيكم. واضح ان كلامي ليس له موضع فيكم برغم من انه كلمهم كتير، ولكن انطبق عليهم المثل بتاع خرج الزارع ليزرع وسقط بعض منهم على الطريق، فجاءت طيور السماء اللي شرحها المسيح بعد كده ان ده الشيطان بيجي يخطف الكلمة، فخطف الكلمة من قلوبهم، فلم ترتاح الكلمة في قلوب الفريسيين وسار قلبهم مسكنا للعدو. إزاء ذلك كان في أول الإنجيل بيقول: اثبتوا فيه، إن ثبت كلامي فيكم تكونون بالحق تلاميذي. ثبوت الكلمة. هنا يبتدي الإنجيل: كان يخرج شيطانا وكان ذلك أخرس. الشيطان أخرس. هنا انعدام الكلمة بصورة مطلقة طبيعية جسدية. الخرس هنا يعرفوه الأطباء اللي موجودين معانا. هنا الخرس المستمر بدل ما قالش ما فيش صمم، يعني بدل ما قالش الصمم كمان، يبقى الخرس هنا ما هواش طبيعي، ما هواش عضوي ناتج من العصب اللي بيغذي اللسان والسمع معا، لان مش ممكن احد اخرس الا ويكون فاقد السمع ايضا. ولكن الخرس هنا في الواقع تشخيص واضح جدا انه جنون، حالة جنون مطبق بتصيب بعض انواع المانيا اللي هي الجنون، فتصيب الانسان بصمت، يفضل صامت يصرخ بس، صامت كده وخلاص، حاله من الجنون. يعني ما فيش خاصه الاطباء يقولوا حاله جنون، سموه جنون مطبق، شيرينج مانيا. في الحقيقه ده حسب التشخيص الطبي 100% صح، وبيدوا له علاج وجلسات والى اخره. ولكن العجيب الذي ينبغي ان نهتم به، والعالم ما اهتمش بالقدر الكافي ولا العلماء، انهم يفحصوا هل من هل هنا هل يوجد هناك علاقة ما بين حياة الإنسان السابقة وما بين ما وصل إليه؟ ما أقصدش الوراثة، لا، السلوك، لأن في الحقيقة دي بتبقى ناتجة من إن الشيطان بيدهم الشخص ويصيبه بالمرض، وتبقى العوارض أو الأعراض حقيقية تمام، يشخصها الطبيب إن دي حالة جنون، حالة عضوية للمخ وإلى آخره. ولكن بحسب التحقيق وبحسب خبرتي ومعرفتي ان بتبقى برضك اصابة من العدو، وبيعمل التأثير الطبيعي ده تمام في كل عضو يحل فيه، او كل اصابة يصيبها الانسان بتشخص طبيعيا تمام كأنها عليه. ولكن بيبقى لها اسباب اخرى يعني غير طبيعية، اسباب اخرى غير طبيعية، مش انها يعني حالة الشيطان مثلا على انسان وبس، لا، شيطان على انسان واصابه بالمرض ده، والمرض ده يشخص تماما باعراضه المضبوطة، وربما يستجيب لبعض العلاج. هنا المسيح كان يخرج ذلك الشيطان، فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع. لاحظوا هنا ابتدى الكلام يعني يتكلم بعد ما خرج الشيطان. الشيطان هو اللي كان اخرس مش الانسان، لذلك قلت لكم ان ما شخصي بان يعني صمم وخرس، ولكن خرس فقط. فلما خرج الشيطان تكلم الاخرس، واضح ان ده العمل بتاع الشيطان.
أما كيف فده موضوع طويل ولا يحتمل الوقت. فتعجب الجموع. ليه تعجبوا؟ ليه تعجبوا؟ في الحقيقة بيوري الكلام بيوري إن حاولوا محاولات سابقة لكي يشفى هذا الإنسان فلم يشفى، حتى يمكن مع التلاميذ، لأن في حادثة تانية وكشفت بصورة أوضح. قالوا ولماذا لم نقدر نستطع نحن أن نخرج الشيطان ده؟ قال لهم لأن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. ففي الحقيقة دي صورة مماثلة، حاولوا محاولات قبل كده فلم يستطيعوا إخراج الشيطان ده، وفضل الأخرس أو الحالة الجنون دي زي ما هي وبتزيد. فتعجبوا، فقال بعضهم إنه ببعض زبول يخرج الشياطين، رئيس الشياطين يخرج الشياطين. في الحقيقة هنا أعود بكم لبعض السنوات اللي فاتت، اتكلمت عن كلمة بعض زبول بإسهاب أظن في المرأة الكنعانية أو حاجة زي كده، ودي جاية من كلمتين في الحقيقة، بال أو بعض ده يعني سيد رب، وبعض زبول هنا بقى بتنطق نطقين، زبول وزبوب، والنطقين لهم أساس، لهم أساس في المفهوم العبري وفي الحياة البشرية اللي كانت تعيشها المناطق دي. أما فيما يختص بمعنى بعلزة بوب فهي بعلزة ذباب، يعني إله الذباب أو رب الذباب، نوع من الإيه التمسيخ والهزأة برئيس الشياطين اللي يدوله اللقب. في الحقيقة بتبان بس لغاية كده مش كفاية، لو نفحص في الوضع اللي كان بيعيشوه الأهالي في الوقت ده نجد إن ده إله مدينة خاصة على الساحل اسمها عقرون. عقرون المدينة دي في منطقة وطية وكان يكسر فيها الذباب بشكل بشع جدا، وتعرفوا أنتوا زمان ما كانش فيه مبيدات ولا أشياء تقدر تقاوم الحشرة دي بالذات الذباب، والأطباء اللي هنا أو اللي يعرفوا في الطب يعرفوا بالضبط كم ميكروب بيشيلوا الدبان. على أيام أنا وصلوا 32 مرض، ما أعرفش الوقت كام. عدد الأمراض الذي ينقلها الذباب 32 مرض، طبعا من ضمنها وأهمها التايفويد اللي هي يعني وباء، يعني يشيل بالألاف ويشيل بالعشرات الألاف من المدينة، والديزنتريا والرمض الحبيب والصديدي وهو إلى آخره، ومعظم حميات النزلات المعوية اللي بتموت العيال، شيء لا ينتهي 32. فطبعا كان زمان أي عنصر أو أي عامل في الطبيعة أو أي حيوان يبدو أنه ذو بأس على طول في الحال يبتدوا يخشعوا له أو يخضعوا له أو يخافوا منه خوف شديد جدا إلى درجة العبادة. فهو يعني كان مهاب الشيطان بسبب، وإلى الآن عند العامة أو عند غير المؤمنين أو غير المتمسكين بالمسيح بيبقى مرعب ومخيف ويتعمل له حساب. ولكن الإمعان في تسميته بالذباب ده في الحقيقة بتردش تقليد، يعني احنا بنقرأ البستان في قصة ماكسيموس لما شاف ابو مقار شاف الشياطين كذباب على فمه تريد ان تدخل فيه، ولكن سيف من نار او لهيب او حبل من نار نازل من فوق يمنعهم. فهنا وصف عيني في الحقيقة رائع بيمثل الشيطان كذباب. هنا التنقيص من هيبة الشيطان ما ينفيش فعاليته، فظيع. ولكن ربنا ما حطناش قدام عدو لا يقهر، هنيجي بعد كده ونتفرج عليه. الكلمة التانية بعلزة بول، التانية برضك يعني لها علاقة برضك بحياتنا ولغاية النهاردة الاسم ده ماشي بس بصورة أخرى. بعلزة بول من زبال، من زبالة أو من زبل اللي هو الـ الوساخة بتاع الحيوان مهما كان يعني. فبعل زبول يعني إله الوساخة، برضك نوع من أنواع التحقير المريع بس لها أصل لها سبب، لأن في الحقيقة الذي ينجس الإنسان أشد ما ينجس الإنسان هي الوساخة اللي خارجة من المخرج. بالنسبة لليهودي وبالنسبة لبقية الأمم يعني، فده بيسموه نجاسة، يعني النجاسة يعني اللي هي الشيء اللي لا يجعل الإنسان في وضع يستطيع أن يصلي فيه أو يعبد. فمن هنا سموه إله الوساخة دي اللي هي النجاسة عينها، ولذلك سمي
وضع آخر أو في كل الأوضاع الأخرى إنها أرواح نجسة. ليه؟ لأنها ذات علاقة بما ينجس الإنسان ويمنعه من الصلاة أو من العبادة أو من الوجود في أحضان الله. في الحقيقة برضك يعني لو إحنا نتسلسل من الوصف ده نجد إنه فعلا نجاسة، بمعنى إنه بيوصل الإنسان للخطيئة أو التعدي اللي بيبلغ حد نجاسة فعلا اللي هو الزنا. وأشد ما يصيب الإنسان من الشيطان بصورة واضحة وصورة قاهرة هي الزنا بالذات، لذلك ركز عليها في الإنجيل بكثرة إنها روح شرير وهو روح نجس له علاقة مباشرة بالزنا. وطبعا الآباء حطوه ضمن الأوجاع الثمانية اللي هي الأمراض التي تصيب النفس، اللي هي الزنا واحدة منهم وأكثرهم شدة. جه العلم على قديم فرويد، وأنا يعني مش قوي معاه أو قليل جدا معاه، إنه حط الزنا أو حط الجنس في القمة. قال لك دي يعني إذا كان الإنسان نقسم الغرائز بتاعته إلى 24 غريزة، وأظن نقسمها إلى 14 كان في وقته، فأشدهم وأقواهم والذي يتسلسل منه جميع الغرائز هي الزنا، هو هي الجنس. فهنا برضك العلم بيحط عليه يعني تأكيد أكتر. نخلص من بعل الزبول وبعل الزبوب برئيس الشياطين ويخرج الشياطين. هنا ايه كلمة رئيس الشياطين والشياطين دي؟ لان في الحقيقة الجماعة المعزمين وهيبانوا بعد كده وحتى التلاميذ كانوا بيخرجوا الشياطين، بالاكتر الجماعة اللي كانوا بيدعوا القدرة ويدعوا الموهبة انهم يخرجوا شياطين، زي ما كتب في سفر الاعمال الراجل اللي كان عليه روح شرير، وبعدين اللي كانوا بيحاولوا يعزموا باسم يسوع الذي يخدم به بولس، فخرق فقام عليهم الشيطان وقطع لهم هدومهم وكشها دخلهم رأسهم وقال لهم أما بولس فعرفوا وأما الذي يبشر به بولس فعرفوا، أما أنتم فمن أنتم؟ يعني مش بذي سلطان، ملهمش السلطان أو ملهمش أصبع الله أو مش بالمسيح بيخرج الشياطين. حتى إذا أخرجوا فبتبقى خروج مؤقت وهيبان لنا بعد كده. فكان في عرف اليهود وإلى الآن إن في شياطين صغيرة وفي شياطين كبيرة يسموها أسياد. فقال لك لا، ده المسيح ده قوي جدا، ده أول ما يبص للشخص بتطلع منه الشياطين تصرخ وتكررت قدامهم بكثرة. فقالوا لا، ده جبار، ده لازم برئيس الشياطين نفسه يخرج الشياطين. كمان عشان أفهمكم الإنجيل جاي منين ورايح فين، طب ليه قالوا كده؟ هل هم عاوزين يشتموا المسيح؟ لا، هو مش عاوزين يشتموا المسيح، ولكن لأنهم يهود ومتمسكين ولقوا المسيح ما هواش دقي قوي في الوصايا، بيكسر السبت وبيغسلوا ايديهم ويقول لهم لا مش ضروري تغسلوا ايديكم، بياكلوا ايديهم غير مغتسله، وقالوا ايه ده تمجيز، اشمعنى اولادك بيعملوا كده؟ ده اولاد يوحنا لازم بيغسلوا ايديهم وكل الكتبه والفريسيين وكل المعلمين، اشمعنى انت؟ قال لهم اصل مش كل اللي يخرج من الانسان اللي يدخل الانسان ينجسه، ولكن اللي بيخرج منه. وقعد يكلمهم عن الوضع ده. في الحقيقة هنا تصوير سليم، لأن المسيح فعلا رئيس والشيطان رئيس، زي ما سمعنا عنه في العهد القديم أنه رئيس جند الرب، فهو أو بوضع آخر أنه هو يعني صاحب الملكوت، ملكوت قصاد ملكوت. وآخرون طلبوا منه آية، دوت قالوا قوم منهم قالوا ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وآخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونه. إيه الصلة بين دي ودي؟ لما تيجي تقرأ، طب دوت كأنهم بيشتموه، يعني بدن بيكسر الناموس، ويبقى مش معقول إنه بقوة الله، يبقى لازم بقوة الشياطين بيخرج الشياطين، ده شيء منطقي عنده اليهود، ده بيكسر السبت وبيكسر الوصايا كلها. ما واحد بيخرج الشياطين حاجة من اتنين، يا قوة الله يا قوة الشيطان. فبما ان ده بيكسر السبت وبيكسر القوانين كلها بتاعت موسى، يبقى مش من الله، يبقى لازم برئيس الشياطين، منطق عاجز. التانيين اكثر مكرا. اخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونها. كلمة يجربونها بتكشف الموضوع،
عاوزين يعني يقولوا له إن كنت تريد أن تنفي عن نفسك هذه التهمة أنه برئيس الشياطين تهرب الشياطين، اعمل لنا آية من السماء مبهرة تبين أنك أنت من السماء وأنك أنت جاي من الله فننفي عنك هذه التهمة. أدي مفهوم تسلسل الآيات. فعلم أفكارهم وقال لهم مملكة منقسمة على ذاتها تخرج وبيت منقسم على بيت يسقط. فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون أني ببعل زبول أخرج الشياطين، فإن كانت إن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ هنا أبناؤكم بقى تحتمل وضعين في الحقيقة، أبناؤهم اللي هم الرسل أهم يهود وكل حاجة، أبناؤكم بمن يخرجون؟ وهو فعلا كان أعطاهم سلطان على الشياطين يخرجوها، أو الجماعة التانيين المعزمين كان في أيام المسيح وما قبله اليهود مشتهرين جدا بالحجابة والسحر والحاجات دي برضك واخدينها من المصريين وأضافوا إليها، فكان عندهم قدرة شديدة أوي أوي لأعمال السحر ولاستحضار الشياطين واستخدام الشياطين، فديا كانت أمور معروفة لديهم جدا. فقال لهم إذا كنت أنا بعمل برئيس الشياطين بأخرج الشياطين، طيب وأولادكم دول سواء كانوا الرسل اللي بيتكلم عنهم في الناحية الإيجابية أو أولادهم هم اللي هم المختصين بالتعزيم، لأن الكنيسة أخذت منهم هذه العملية، جماعة بيسموهم المعزمون وكان لهم أوشية في القداس أوشية المعزمين، واذكر أيضا والمعزمين دول جماعة علمانيين كان بيبان عليهم أنهم عندهم قدرة لإخراج الشياطين، فكانت الكنيسة تضمهم في طقس معين طقس المعزمين، وكانوا يعني لهم رسالة جوه الكنيسة أو لهم عمل بطلت دي بطلت دي وبطل غيرها كتير، حتى الشموسية بطلت، يعني الشموسية لها شكل دلوقتي ولكن الشموسية كعمل في الكنيسة بطل، كان لها عمل أساسي. أولادكم بمن يخرجون؟ في الحقيقة مش بس كده، يعني ده البرهان الثاني، البرهان الاول قال لهم مملكة على ذاتها بتنقسم ما تعيش، امال ايه هيقوله؟ فان كنت انا بعل زبول اخرج الشياطين ابنائكم، ده البرهان الثاني انه مش بالشيطان اخرج الشيطان، ولكن ان كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. في الحقيقة هنا يهمنا قوي كلمة أصبع الله. أول ما جاءت لينا في أثناء وجودهم في مصر وبعدين أمام السحرة بتوع فرعون، ابتدوا السحرة يعملوا ألعاب سحرية علشان يوروا أنهم مقتدرين، فقامت عصاية موسى وكلت التعابين اللي عملوها السحرة، فقالوا لا ده أصبع الله، ده أول سمع عن كلمة أصبع الله. تاني سمع وده أهمهم في الواقع، إن لما موسى حب يأخذ لوحي العهد قيل عنهم أنهم كانوا مكتوبين كان مكتوبين بأصبع الله. هنا في الواقع العنصر الإلهي يعني واضح زي الشمس في الوصايا، كلها حق وصح وعادلة وروحية زي ما يقول بولس الرسول، أدي الوصايا المكتوبة بأصبع الله، لا تقتل لا تزني لا لا إلى آخره، وبرضك تختص بأعمال ضد الشيطان. هنا في الحقيقة بيهمنا قوي أن المسيح بيقول أنه بأصبع الله يخرج الشياطين، في الواقع ده يعني توجيه للفكر أنه يقدر بسهولة يلحم مع مفهوم الوصايا عشر العشر وصايا. هنا وضع تاني لأصبع الله، هنا الوصايا الجديدة، هنا إسرائيل الجديد، هنا موسى الجديد، هنا الشريعة الجديدة، هنا العهد الجديد. يعني المسيح بيوريهم من هنا أصبع الله ظهر بصورة قوية جدا وإخراج الشياطين قدامهم بصورة واضحة وعنيفة وفي حالات ميؤوس منها، سبق المعزمين إنهم عملوا المستحيل وما أمكنش، بيوري إن أصبع الله ابتدى يجي اللي هو ملكوت الله، يبقى ملكوت الله قد أقبل عليكم. طب قيمته إيه؟ قيمته ان احنا ديت في مواجهه دلوقتي، في مواجهه واضحه ما بين ملكوت الله والشيطان، وملكوت الشيطان ده رئاسه رئيس هذا العالم ياتي، ده بتعبير المسيح، المسيح يعني وافق على هذا اللقب، يعني هو قال له ان هذه ممالك العالم كلها اعطيت لي وانا حر اهديها واعطيها لمن اشاء.
ده مش مفتري، مش بيفتري، ده المسيح وافق على كده، قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. ولكن أي عالم أنا يعني رجعت أو استطردت فيه أزط يوم الأربعاء، عالم الشر، لأن هو ما بقاش، هو الله مش خلق العالم للشيطان عشان يترأس عليه، ولا خلق الشيطان رئيسا للعالم، ولكن لما أخطأ آدم فسدت الخليقة والإنسان ركبوا الشر وصارت الخطيئة في العالم كله والموت أيضا. فبما أن الخطيئة ملكت والموت ساد، يبقى بالتالي سلم العالم والخليقة المنظورة سلمت أو أعطيت بالإرادة يعني للشيطان، يعني الإنسان لما أخطأ بإرادته، ولكن الخليقة كلها أخضعت للشيطان بناء عن خطيئة آدم أيضا. فأصبح الشيطان ملك هذا العالم، رئيس هذا العالم، بس في حتة تانية بقول ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعه، يعني الله ما أخضعش العالم للشيطان، ولكن بسبب خلقة آدم اللي هو انحرف فأخطأ فساد الشيطان فترأس على العالم فمملكة. هنا الإنجيل بيبان بقى، هيبتدي يبان ويروح حاطط المركز اللي هيبتدي نتكلم منه على حياتنا وعلاقتنا بالمسيح والشيطان. ولكن إن كنت أنا بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. ابتدى يعمل بقى المواجهة ما بينه وما بين الشيطان، وده يهمنا جدا 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 في مسيرتنا للحياة الأبدية، في جهادنا اليومي، في معرفتنا لأي معسكر نحن فيه عايشون. بيقول إيه بقى؟ ولكن إن كنت أنا بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان، ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ووزع غنائمه. هنا المسيح مثل الشيطان بإيه؟ مش بدبانة بقى، لا، ده حينما يحفظ القوي داره، سماه القوي، حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. هنا الوضع المستيكي لازم نكشف السرية دي ونوضح ايه داره، داره مين؟ احنا داره، دار الشيطان، البيت بتاع الشيطان، احنا لما نكون مسلمين الاهواء والشهوات كلها له بيسود عليها ويسكن فعلا، يا اما بيسكن بصورة فعلية زي الرجل المجنون ده وفعلا يقولوا ده فلان ده عليه شيطان، رب شيطان، يا بصورة شبه ظاهرية، يبقى الانسان يأتي اعمال غير طبيعية يعني توصلت ايه، يكذب بصورة مريعة، يزني بصورة غير ارادية، على طول الاباء بيوصفوها ان ده شيطان متملك على الاعضاء. الوضع الاخير اللي هو الاخف غير المنظور بقى خالص، ان الشيطان بيدخل جوانا ويوحي الينا باخطاء وعيوب وشهوات بنا استسلم لها، فبيملك الشيطان دون ان يظهر ابدا، يبقى احنا اللي بنشتغل وبنعمل وبنفكر وبنسلك، ولكن في الحقيقة هو الشيطان بس بصورة غير منظورة. هنا القوي سبى الإنسان ودخل الشيطان جوه، وأسلحته بيقول لك إيه، متسلحا يحفظ القوي داره متسلحا. إيه متسلحا دي؟ أسلحة الشيطان طبعا، وأسلحة مريعة يعلم الله، أشد من السيف وأشد من، لأن السيف لما يقتل يوصلني بملكوت الله، ولكن لما سلاح الشيطان شهوة زنا، شهوة نجاسة، شهوة أموال، شهوة رئاسة، شهوة كبرياء، شهوة الشهوات التي تملك على الإنسان دي، طبعا دي أشنع من السيف والموت. القتل يعني يبقى في صالحنا لو إحنا متمسكين بالله، ولكن هذه الأسلحة التي للشيطان هي دي اللي بيحفظ بيها بيته، بيسلح الشيطان نفسه ويأسس وجوده جوه الإنسان بالشهوات. تلتقي الإنسان شهواني، يعني إما كانش يأكل يضرب مراته ويطلعها، إما كانش يزني ما يقدرش يعيش، يعني لازم يخترع أي طريقة وسيلة إنه يعمل العار ويسكر وهو خارج عن إرادته، وهكذا الشهوات دي تتسلط على الإنسان بواسطة الشيطان قليلا قليلا، لدرجة إنها تبقى سلاح في إيد الشيطان. الإنسان لو جه ضدها يعيش، ما يقدرش،
فيبقى محكوم مربوط كويس قوي، عقله مربوط، اعضاء الجنسيه مربوطه، قلبه مربوط بالشهوات والكبرياء، نهايته يقدر يربط كل اعضاء جسمه ويضمن تماما ان السبي بتاعه او المسبي جواه مش هيقدر يطلع من ايده. العجيب بيقول ايه بقى هنا؟ ان تكون امواله في امان، ما يخافش لا انجيل يهمه ولا كنيسه ولا واحد بيوعظه، مسلمه اسلحه جامده جدا، يقدر يعني اول ما يفكر في توبه يقول هو انت بتاع توبه؟ ايه؟ طب واللي عملته؟ فاسلحه مترابطه كويس قوي في حته تانية بنسميها سلاح كامل، مش يضرب ضربه واحده العدو، لا بتبقى الاسر متكامل والاسلحه اللي بيشتغل بها العدو متكامله في بعضيها. يعني مش ممكن ابدا سلاح زنا يشتغل من غير سلاح كبرياء مثلا، من كبرياء مش ممكن تشتغل من غير شهوه رئاسه، شهوه رئاسه مش ممكن تيجي من غير مشاحنات وغضب الى اخره. يعني في وسط التقي اصبحت الفخ او السلسله اللي بتقيد الانسان من حلقات مترصه متكامله. ولكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه. جميل ان المسيح هنا يعبر عن نفسه بانه اقوى منه، لان دي ان تعطينا راحه ما بعدها راحه. اذا الفكاك مضمون، اذا الخروج من الاسر مضمون 100%. اذا جاء المسيح، خلوا بالكم، ولكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه. طبعا الغلبه تمت مره واحده زي الموت اللي اكمله مره واحده عن الخطاه. الغلبه التي غلب بها الشيطان المسيح لحسابنا مره واحده على الصليب لما قال وظفر بهم على الصليب واشهرهم جهارا ظافرا بهم على الصليب. ده الظفر او الغلبه الاولى بالنسبه لينا احنا، ولكن مش الاولى بالنسبه، مش النهائيه الاخره بالنسبه للمسيح، لسه بعد كده هيطرحوا في بحيره النار. ولكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه وينزع سلاحه الكامل. هنا نزع السلاح الكامل بقى ده ما كانش منظور، ما كانش حد ابدا يصدق ان فلان ده السكير ده يتوب، او الراجل الزاني المشهور بالزنا اللي فضح نفسه فضح عياله فضح بيته ده يبقى ممكن انه يعني يتوب ويرجع. وفي الحقيقه هنا هون يا ابائي انا بعرض تاني اقول لكم ان ده اسمه ارواح نجسه. الشيطان يعني العمل الاول والاعظم بالنسبه له النجاسه. وانتوا عارفين ان الشيطان لسه قارينها في البستان لما الرئيس الشياطين جه ونادى الشياطين كلها وقال له عملتوا ايه؟ قدموا حساب الوكاله. فجه واحد وقال له انا حطيت كلمه في بق امراه اتخانقت مع مش عارف ايه، جه الرجاله ضربوا بعض فلبس البيت قام فيه حريقه. قال له والتاني قال له ده عملت حرب وقعت المدن والبلاد وقعت في بعضيها. قال له ولا تنفع لحاجه، وانت ولا تنفع لحاجه، وانت ولا تنفع، وانت. قال له 40 سنه يا سياده الرئيس، ده رئيس الشياطين، اني انا بقالي في البريه 40 سنه بقى وارصد راهب لغايه ما اوقعته في الزنا وخلصت عليه. قال له بس تعالى لباسه وركبه قعده على الكرسي بتاعه وراح قلع التاج بتاعه مدهوله. في الحقيقه فعلا يستاهل لانه اثبت جداره، اثبت ان خطيه الزنا ممكن انها تسود على انسان متنسك قعد 40 سنه في البريه متنسك. في الحقيقه هنا بيوري خطوره الشيطان. لا استطيع ان اسكت الان فيما يجري حولنا في العالم اليوم. احب ان انبه ذهنكم ان الخطيه التي تسود العالم الان ليست هي البعد عن المسيح بقدر ما هي الزنا. الزنا في العالم كنجاسه عمت كل اصناف الفئات، ولا استطيع ان اعبر اكثر من ذلك، ولم تترك فئه دون ان تصيبها. بيوري فعلا ان العالم مفكوك، ان الشيطان ابتدى يفك، لان هذه الخطيه كفيله بانها تخرب العالم كله، وهنشوف في الاخر. من ليس في الحال، خلوا بالكم لان دي مش مرتبطه ابدا، من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. طب وايه اللي جاب الايه دي هنا؟ ما تنسوش انه هو وضع نفسه في مواجهه الشيطان من بعد ما دخل التجربة مع الشيطان، والشيطان قاعد يجربه، وبدت البدل ايه المواجهة، وابتدى المسيح فعلا يهد في مملكة الشيطان كل يوم. ما يكون يخرج الشيطان بشيطان اخرس بالشكل ده، ده حرب.
ملكوتين في مواجهة وصراع مرير من أول ما نزل المسيح من جبل التجربة. فبيقول إيه؟ بيقول من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. دي رايحة فين الآية دي؟ وجاية منين؟ جاية من الجماعة المعزمين اللي كانوا بيشفوا المرضى، الجماعة اليهود اللي سمعنا عنهم موجودين في سفر الأعمال، اللي بيشفوا المرضى بواسطة التعزيم، يقولوا شوية مزامير ويقولوا شوية تمتمات كده، ويعملوا شوية ألحان غريبة كده وأصوات غريبة كده، فيخرج أو يهدى الشخص ويعتبر إنه خلاص شفي وياخد منه الفلوس. فقال لهم لا، ده ما كانش الشخص بيخرج الشياطين باسمي ومعايا، يبقى اللي بيعمله ده ضد صالح الشخص وضدي انا ايضا، وهيفرق في الكنيسة او يفرق في بيت الله. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. ما فيش حالة وسط، خلي بالك، يا مع الشيطان يا مع المسيح. بشرط انك انت لو مش مع المسيح ما تبقاش مش ممكن تكون مش مع الشيطان، يعني بدل مش مع المسيح تبقى مع الشيطان من غير كلام. بيشبهوها او اشبهها لكم بحاجه في العالم، بس دي حاجه علميه قوي، ان مفيش فراغ، لا يوجد فراغ مطلق. طبعا اللي درسوا طبيعه عارفين الشغلانه، لا يوجد في العالم شيء اسمه فراغ مطلق، لابد ان يكون كل مكان فيه حيز مهما كان مغلق او ما يخرج منه الهواء، لابد يكون فيه نسبه هواء، معروف كده، فراغ ترسيلي معروف وغيره وغيره معروف. كذلك ايضا لا يوجد حاله انعدام ما بين المسيح والشيطان، نيوترال، يعني مش ممكن يا مع المسيح يا مع الشيطان. تقول لا، انا راجل ما لا بسكر ولا بزني ولا بعمل حاجه وحشه، انا راجل ماشي في خوف الله. مش مع المسيح تبقى مع الشيطان، مش بس كده، لا يمكن تبقى مع المسيح وما تجمعش، لابد هتجمع. تجمع يعني ايه؟ هتوحد القلوب على القلوب، والنفس على النفس، والنفس على الجسد، الشعب مع الشعوب، تبقى انسان مصالح. قد اعطانا رساله المصالحه، كل مصالح، كل مسيحي في العالم مصالح ما بين اثنين او بين جماعتين. انسان مش مصالح ما بيجمعش ما بيبقاش مع المسيح. مش ممكن واحد مع المسيح ويفضل ساكت، لابد يجمع. من ليس معي فهو، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. اذا هنا الإيجابية اتنين، لازم تبقى مع المسيح، واللي مع المسيح لازم تجمع، ومش مع المسيح يبقى غصبا عنك تبقى مع الشيطان، وغصبا عنك هتفرق أولاد الله. خطيرة في الحقيقة المواجهة دي، مواجهة مريعة الوقت، وصلت إلى آخر طاقة فيها والقمة الوقت. يعني تصور التسلسل ده كلته اللي بقول لكم اتربط بعد ما كانت الآيات مفكوكة. خلي بالك إن هنرجع لأنفسنا الوقت. حاجة من اتنين، يا مع المسيح والمسيح معاك والبيت هنا يبقى تبع المسيح، يا تبقى انت مش مع المسيح ويبقى الشيطان هو مستولي عليك وانت مسبي، والشيطان مالك كل حواسك وكل امكانياتك وانت مش داريها. هنا بقى لازم نفوق لانفسنا شوي. بيحط مثل تاني مطابق، متى خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا ومزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخرى أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. في الحقيقة هنا هو حالة إخراج للشياطين غير سليمة، خلي بالك لأن الآية مش واضحة، حالة إخراج غير سليمة. فخرج الشيطان فعلا وساب البيت وفزع وجري من الرجل اللي بيعزل، وبعدين كل شويه يعني يروح يشق على بيته اللي كان بيحبه ده، يلتقي ايه في الاخر بعد شويه مكنوس ومزين. في انجيل القديس متى بيقول ايه؟ فيجده فارغا، فارغا مكنوسا مزينا، فارغ يعني ما فيهوش المسيح، ما فيهوش الروح القدس. كلمه مكنوس هي المرادف لكلمه فارغ، يعني ما فيهوش الروح القدس. يجي ويدخل ويبقى معاه كمان سبع ارواح اشر. طبعا احنا عارفين قصة مريم المجدلية اللي كان فيها سبعة أرواح شرير، يبدو إن حصل لها برضك محاولة لإخراج شياطين، فخرج الشيطان فخرج، وبعد شوية ركبوها سبعة.
ده العودة غير السعيدة، الرجوع إلى الماضي من ألعى ما يمكن. الإنسان لما ينتقص على عقبه ويرجع فيه توبته، طبعا بيبقى مهيأ جدا بقى تدهمه الشياطين. ما هو يبقى مع المسيح في حالة توبة دائمة، في حالة بكاء دائم وقرع صدر بس بتزداد وتنخفض، ولكن في حالة توبة دائمة. يا مش مع المسيح هنا، ده النكوص، رجع إلى الوراء يبقى بينتظر الشيطان ومعه 7 أخرى، أو على الأقل بيأتي ب7 أضعاف عفيته. إن كان في خطيئة واحدة يبقوا 7، إن كانوا 7 يبقوا 14. في الحقيقة هنا هو برضك ما قدرش أقف عند دي كده. إنجيل القديس متى بيزود آية بتكشف النهاية اللي يقصد منها المسيح أكتر. يقول وهكذا أيضا لهذا الجيل الشرير، هكذا أيضا لهذا الجيل الشرير. في الحقيقة إحنا نعرف سيرة شعب إسرائيل، شعب كان مضروب بالزنا بشكل مرع جدا، ومضروب بعبادة الأوثان. انتهى غضب الله عليه في يوم الأيام بأنه سباه، يعني سبي في بابل وقعد هناك مسبي مدة طويلة لكي يتوب. فتاب الشعب فعلا على أنهار بابل، هناك جلسنا وبكينا عندما تذكرنا. توبة، كانت توبة جماعية، والشعب كان بيبكي ويصرخ. وطبعا قصة دانيال والثلاث فتية ووالى آخره توري أن الشعب كان بلغ القمة في الحزن والندم والتوبة. فرجع عليها الله ورجعه تاني رجع تاني القديم 7 أضعاف. فالمسيح لما جه كان بلغ القمة شعب إسرائيل في قوة الشر والبعد عن الله. ايه العجرفة دي؟ ايه الكذب ده؟ ايه الزنا ده؟ ايه رؤساء الكهنة؟ ايه الغش؟ ايه الخداع؟ ايه الظلم؟ ايه التلفيق؟ يعني ايه ضيق العقل؟ ايه شهوات الدنيا؟ ايه جمع المال؟ شيء بقى كان يعني اللي ان كنتوا عاوزين تعرفوا ما هو شعب اسرائيل وما بلغ ايه شعب اسرائيل، ارجعوا ليوسيفوس المؤرخ اليهودي المشهور، اكبر مؤرخ يهودي، ويصف لك شعب اسرائيل الذي كان وعاصره، لانه كان في ايام المسيح او بعد المسيح بشويه. شاب عينيه شعب اسرائيل وهو بيموت في سنه 70 بعد الميلاد، واورشليم بتخرب امام عينيه، وهالهيكل بيحرق بالنار وتنجس كل اماكن الهيكل. دخلوا جوه وتبولوا على المذبح وعلى الذبيحه، وموتوا الكهنه اللي واقفين يعملوا ذبائح، ذبحوهم وخلوا دمهم يسري مع دم الذبائح. ما عادش ينفع، لان خطيئه مع هتاف باسم الله ما يسمعش الله، وان اطالوا الصلاه لا اسمع، وان رفع البخور لا اشمها اطلاقا واشح بوجهي. مش ممكن عبادة بدون توبة، مش ممكن الجمع ما بين كأس الشيطان وكأس المسيح، يستحيل. يا أنت مسبي للشيطان وقد ربطك القوي في داره، أو دخل فيك وسيرك أنت دارا له وربط جميع أعضائك بالشهوات وأصبحت ملك له. يا أنت بتصرخ مع المسيح ليل نهار، تطلب المعونة فتأتيك، ترفع عينيك إلى الأعالي من حيث يأتي عونك فيأتي، وتطهر يفكك من جميع، زي ما فك العازر من جميع الربط، كميت شبه ميت أقام حي. أعظم فكاك للإنسان هو كان فكاك العازر من القبر، قال حلوه وجعلوه يذهب. فهدا صرخنا للمسيح أن يحلنا من جميع شهوات وخطايا هذا الدهر التي ربطتنا هذه السنين عدا. لعل المسيح حينما يأتي يجد عندك أنت، مش البيت مكنوس ومزين للشيطان، يأتي يقرع الباب فيجده مفتوح بنية وصفاء وسهر وصلاة، ليأتي ويتعشى ويجد له راحة. أنا وأبي نصنع منزلا في قلب الإنسان الذي يعيش التوبة، يهجر الماضي. في الحقيقة هنا أستطيع ألحم برحلتنا السعيدة والطائر المهاجر، كيف إنه لا يكف عن الدعاء والصراخ باسم يسوع المسيح، لكي يأتي المسيح ويملأ البيت كرب للبيت، يملأ سلاما وفرحا وعزاء وسرورا تعيننا على مشقة السفر الطويل.
ولربنا المجد دائما أبدا. آمين.